صحينا النهارده من النوم لقينا ان روسيا اعلنت الحرب رسميا على اوكرانيا. طبعا موقف زي ده او حدث زي ده بيبقى حدث عالمي. طبعا روسيا كمان دخلت بالقوات بتاعتها جوه اوكرانيا وابتدت تضرب بالطيران، فالموضوع لا بقى حرب بجد. طبعا موقف زي كده لازم كل الدول اللي في العالم يكون ليها موقف. بالمناسبه حتى الدول اللي بتعمل ما بيكونش ليها اي موقف خالص، ما بتطلعش تصريحات، ده في حد ذاته بيبقى اسمه موقف. ايه الموقف في كده؟ انك انت دوله مالكش لازمه، دوله مالكش لازمه في الدنيا، ما بتهتمش بالاحداث العالميه اللي بتحصل في العالم وعايشين في الغيبوبه. فبالتالي كل الدول لازم يكون لها موقف. وفي ظل كل الحاجات اللي حصلت دي كان مهم جدا ان انا اشوف ايه موقفنا احنا كمصر من كل الحاجات اللي بتحصل، ايه موقفنا من الهجوم اللي حصل من روسيا على اوكرانيا، الموقف الرسمي. سيبك من ان الاعلام يطلع يقول لك اصل كذا اصل مش كذا، لا احنا عايزين نشوف الموقف الرسمي بتاعنا. وعموما كل المواقف اللي بتتخذ يعني عايز اقول لك ان الدنيا دلوقتي يعني ايه، محدش بيمشي في الحق قوي، انت فاهم؟ يعني الموضوع كله ما هو الا مصالح شخصيه، ايه اللي بيخدمني انا كدوله؟ الموقف بتاعي بتخذ الموقف بتاعي بناء على اللي هيخدمني انا كدوله. يعني مثلا لو في دولتين متنازعتين، مثلا في دوله فيهم مثلا ظالمه للدوله الثانيه، تمام؟ بس انا كدوله الدوله اللي ظالمه للدوله الثانيه دي يعني انا مصالحي الشخصيه معاها اكتر والصداقه بيني وبينها اكتر، والدوله الثانيه دي مثلا ايه في بيني وبينها عداوه، مع ان الدوله اللي في بيني وبينها عداوه هي اللي على حق، بس لا انا هقف مع ايه، مع الظالم. ليه؟ لان الظالم ده في موقف صداقه بيني وبينه، موقع استراتيجي، بنقدم لبعض خدمات، بيمولني، بيعمل لي اي حاجه. فهي دي المواقف اللي بتكون في العالم كله، مفيش حاجه اسمها مثاليه، تمام؟ خلينا متفقين بس على الحته دي. طيب الدول بقى اللي بتكون المصالح بتاعتها مشتركه، يعني ايه؟ يعني في دولتين دلوقتي متنازعتين، وانا والله بستفيد من الدول دي وفي نفس الوقت بستفيد من الدول دي، وعلى علاقه طيبه بالدول دي، وعلى علاقه طيبه بالدول دي، ايه الموقف بتاعي؟ هو الموقف اللي يكون بتاع مصر في اللحظه دي، وهو ده الموقف بتاع الدكتور اسامه عبد الخالق. الدكتور اسامه عبد الخالق هو مندوب مصر في الامم المتحده، طبعا عمل العادي اللي كل الناس بتعمله لما يكون مش عايز يقف في جنب حد عن التاني، لان طبعا روسيا بتدعمنا من ناحيه السلاح ومن ناحيه الاستيراد زي القمح والحاجات اللي زي كده، واوكرانيا كمان. وفي نفس الوقت الدول المناهضه يعني وبتحاول ان هي يعني تطلع تصريحات تكون منافيه لكل عمليه روسيا، وبتحاول تدينها وبتقول ان هم بيقتلوا الابرياء والكلام ده كله، مين؟ امريكا والمانيا وبريطانيا والدول دي. في نفس الوقت دول برضه احنا معانا مصالح مشتركه معاهم، فلازم الموقف بتاعنا يكون على الحياد. فالدكتور اسامه عبد الخالق قال لك ايه؟ قال لك والله نهيب كل الاطراف بالتمسك بالحلول السلميه والحلول السياسيه ونبذ العنف والتحلي بالتفاهم بالحكمه والكلام ده كله. المهم يعني هو ولا قال ان هو ان احنا مع طرف ضد التاني، ولا قال ان احنا يعني بنعادي حد، ولا قال ان احنا بنعمل اي حاجه. هو ده الموقف المصري الثابت تجاه الازمه الواضحه دلوقتي، ان هو والله بيدعو جميع الاطراف للتحلي بالسلم والتحلي بالسلامه والتحلي بالخوف على المواطنين والخوف على حالات الابرياء، وعدم الدخول في حرب يعني هتؤدي بنا لمزيد من المشاكل، يعني الحرب مش هتحل حاجه بالعكس. فهي هو ده كان الموقف بتاعنا من الحرب بين روسيا وبين الولايات المتحده. وكمان خد بالك من نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان احنا عندنا 3000 مصري سواء كانوا طلاب او ناس بتعمل موجودين جوه روسيا واوكرانيا، والناس دول دلوقتي طبعا بعد تعليق الطيران في اوكرانيا فنزلوا اصلا مش عارفين يجوا لنا تاني، تمام؟ فطبعا لازم السفاره بتاعتنا تدي لهم التعليمات والبيانات، وقالوا لهم ان اهم حاجه في الوقت ده انكم يعني تفضلوا موجودين جوه بيوتكم، ما تحاولوش خالص تشتبكوا مع اي حد، ما تدخلوش في اي طرف من الخناقه ضد التاني، والمهم جدا انك وانت موجود في اي مكان لازم يكون معاك الباسبور الشخصي بتاعك، لازم يكون معاك اثبات شخصيه. ليه؟ لان لا قدر الله لو الحرب قامت، او ممكن لو في قذيفه نزلت وانت يعني توفق الله نتيجه القذيفه دي، ففي الوقت ده اي حد بيشوفك او بيشوف الـ بيشوف الباسبور بتاعك او الاثبات الشخصيه بيعرف انك انت مصري، وبيعرف انك انت مثلا تابع للدوله الفلانيه، فبالتالي الدوله بتيجي بعد كده تاخد الضحايا بتاعتهم يعني، او بيتم ارسالهم لدولتنا. فهي دي الحاجات اللي دولتنا اتخذتها في اللحظه دي من العالم. وزي ما انا قلت في الفيديو اللي فات بالظبط كل الكلام ده كان هيحصل، يعني تهيألي الفيديو ده هو نسخه من الفيديو اللي فاتت، بس انا قلت يعني استنونا كده، انا كنت عامل الموضوع هيتاخر شويه وموضوع دخول روسيا ده هيقعد ومش، لا الموضوع طلع بدري قوي. ما تنساش بقى تعمل لايك ومتابعه كالعاده. كان معاكم محمود الداوي، استنوا الفيديو الجاي، سلام.